شكل معتصمو الديوانية فوج اسمه فوج مكافحة الدوام لزيادة الضغط على الحكومة بتنفيذ مطالبهم من خلال غلق الدوائر الحكومية واستمرار العصيان المدني والإضراب عن الدوام. في خطوة ضاغطة تهدف لزيادة زخم الاحتجاجات، تم تشكيل فوج مكافحة الدوام في محافظة الديوانية، والذي يتولى مهمة غلق كافة الدوائر الحكومية لدفع الجهات المعنية باتجاه الاستجابة للمطالب الشعبية التي ينادي بها المحتجون في ساحات الاعتصام. اليوم احنا ابناء الديوانية شكلنا فوج طوارئ جميع دائرة الدوام، نقوم بالغلق مالتها حتى تنفيذ المطالب. وبالنسبة للبرلمان والاحزاب اللي جاي تصعد وتريد تصعد هذا السيل، ايش جاي يصعدون؟ جاي نصعد ازيد من عندهم. وبالنسبه احنا جميع دائره كان من تكون تابعه لايش ما كانت خلال ثواني تنسد بامر الشعب. احنا مستمرين بعصيان المدني الحق مع تحقيق المطالب. احنا مكافحه الدوائر، يعني سد الدوائر الحين تحقيق المطالب، ضالين اي دائره نسدها بأمر الشعب. معتصمون آخرون أكدوا استمرارهم بالعصيان المدني والإضراب لحين اختيار رئيسا للوزراء من الشعب، فيما طغت عبارة ماكو وطن ماكو دوام على بقية الشعارات المرفوعة في ساحات الاحتجاج. مستمرين بالعصيان المدني لأن ماكو وطن ماكو دوام، لأن الدولة ما قاعد تستجيب المطالب الشعب، وقاعد مماطلة وقاعد يتعاملون معاملة الوقت ويانا حاليا. واحنا الوقت ان شاء الله يوم شهر شهرين سنه سنتين مستمرين، لان احنا عندنا عقيده، لان احنا هاي نقول ضد الظلم والطغيان، ضد الفساد والفاسدين. احنا كمتظاهرين الديوانيه وكشعب الديوانيه مستمرين بالتظاهرات ومستمرين بالاعتصام لحد ما تحقيق المطالب، وهي المطالب اولا اللي يكون رئيس وزراء اولا ما يحاسبنا اللي قتلت اولادنا من 1/10 ولحد الان. وهاي رساله للحكومه، مستمرين باعتصامنا مو 3 اشهر، نبقى 3 سنين واكثر من 3 سنين. استمرار المعتصمين باساليب الضغط على الحكومه المركزيه والاخيره ان ظلت في صمتها فان الايام المقبله لا تحمد عقباها. بحسب المعتصمين سعد الصباغ، قناه الرشيد، الديوانيه.